ماشي. صباح الفل، عاملين ايه؟ النور قاطع ومش فاهمين ايه السبب، بس عادي بنعمل الفطار مع بعض انا وزنزونه. وزوزي بيحب قوي فقره العصير عشان بنحط ايه كل شويه كل الانجريدينتس كده مع بعض، المكونات يعني بتاعته، فبيحب قوي يحط. زوزي يلا نبتدي نحط التمر. يلا اوكي صح، برافو. اوكي ماشي، وبعدين التاني. ايوه والتانية دول. ايوه يلا حط ماشي. ده اسمه ايه؟ مش عارف. وولنت. ماشي ابتدي. بعدين نعم نحط عصرة ليمونة كده عشان ايه لو سبناه شوية ما يسوح ما بيتبانش خالص. بص على ايدك، بص على ايدك. صباح الفل. عندكم يا جماعه اي اقتراحات كده للفطار؟ انا الفطار عندي بيتخصص في شويه بيض مقليين او مسلوقين وبس. ف يعني نفسي كده في حاجه جديده كده مختلفه، فلو عندكم اي اقتراحات قوليلي. صباح الخير، عاملين ايه؟ زوزي هو اللي عمل النهارده العصير، هو اللي قال يعني انا عايز كذا وكذا وكذا، وبعدين ما شربوش في الاخر الحمد لله، فانا اللي هشربه. وعملنا عادي جدا افوكادو وتمر ولبن وفقط بس، وما عجبوش فمضطره اشربه. فالنهارده العصير كان برعايه زين.